السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على قناتي. النهاردة هنشرح لكم 3 أكواد سرية بتستعمل في التجسس على موبايلك بدون علمك، سارع في إزالتها من موبايلك، وتقدر كمان تعملها على أي جهاز حد قريب منك خوفا عليه مش ضرر ليه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو أول مرة تزورنا على القناة تدوس اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي هنبدأ على بركة الله. الكود الأول هنكتب نجمة نجمة 21 نجمة رقم التليفون اللي عايزين نحول له، وليكن 888، أنا بكتب أي رقم تليفون، وأنت طبعا هتكتب التليفون اللي هيتحول له المكالمات. شباك، ده أول كود معانا. وعشان نقوم بفحص حالة موبايلاتنا وقال عليها رقم موبايل بيتم تحويل المكالمات ليه، هنكتب الكود ده نجمة شباك 21 شباك، وهندوس اتصال. هنا موضح قصادنا في الرسالة اللي مفيش إعادة توجيه للداتا والفويس والاسم والرسايل، كل ده مفيش، كله مكتوب إعادة، مفيش إعادة توجيه ليه. يبقى كده اتأكدت إن موبايلي مفهوش حاجة وفي حالة جيدة جدا. هندخل الكود التالي، هندخل الكود التالي نجمة نجمة 62 نجمة رقم الموبايل، أي رقم موبايل طبعا، وليكن 888، ده مثال شباك. هنا هيتم تحويل كل المكالمات الواردة إلى جهازي في حالة الموبايل كان مغلق إلى الرقم اللي كتبناه في الكود ده اللي هو الرقم ده. هنيجي هنا لتجربة عملية عشان نثبت أكتر صحة كلامنا. هندخل الكود ده نجمة شباك 62 شباك، وهندوس اتصال. طبعا زي ما شايفين قصادنا، انا حبيت اشاركوا معاكم الرقم ده في الفيديو، ان في رقم موبايل هنا بيتجسس عليا، والرقم ده لو انتوا خدتوه وبحثتوا عنه في الترو كولر هتلاقوا موجود فيه 1500 سبام، ومكتوب في كعنوان تحويل مكالمات وتجسس. طبعا هنلغي كل الكلام ده، خليكم معايا لاخر الفيديو. الكود الثالث معانا والاخير، هنكتب نجمه نجمه 66 نجمه رقم الموبايل، اي رقم طبعا زي ما اتعودنا، اي رقم موبايل كده بكتبه لكم كمثال، وانتوا هتكتبوا رقم الموبايل اللي انتوا عايزينه شباك. هنا هيتم تحويل كل المكالمات الوارده الى موبايلي الى الرقم الموبايل اللي كتبته في الكود ده في حاله عدم الرد على المكالمات. هنوصل بقى معاكم للنقطة الأهم، عشان نلغي كل التحويلات اللي اتعملت بدون علمك هندخل الكود التالي نجمة، معلش أنا آسف، شباك 002 شباك، وهندوس اتصال. هنا بيوضح لي في رسالة اللي هو تم إلغاء كل التحويلات اللي اتعملت بنجاح، وبكده لغينا كل التحويلات اللي اتعملت على جهازك. عايز أقول لكم ملاحظة مهمة جدا، الطريقة دي شرعية بتديها شركات الاتصالات لعملائها، بس في ناس بتستخدمها بغرض التطفل عليك ومعرفة الأرقام اللي تتصل بيك بغاية الاطلاع على خصوصيتك. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أكون أفدتكم بالشرح، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك للقناة، واشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.